طفي طفي لا لا طفي هيدا هيدا امشي يا عز خليهم يتلصقوا مخصوم لك خصهم يبقاو مخلصين هيدا 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 زياد لا 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 هيدا 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 لا خليك خليك ولا تعسر يسر ولا تعسر خليك يسر ولا تعسر خليك يا الزهر وقت برافو 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 صافي سكاي طلقيهم طلقيهم وطلقيهم اساس في هذه العباده هو الصندوق الاول خاصو يلصق مزيان يبقى لاصق مزيان يلصق مزيان وخاصو شي تفاوت ما خصوش الهفوه فين كان المشكل اللي السابع والثامن الاخرين مالهم الاخرين لا 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 بداو كيتفاوتوا واش درتي وكالي لا كاتو قلت لك لا 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 ما بغيت نكالي لا بقيت فيها كتديري يديها واش مي انا بزاف الله يكرمك من الوالدين داك الشيء نقول لك لا لا نعيمه حيدي من حدا الصنادق ما تقيسيهم شتي لو كان رديتو البال غير كلامي وخليتيها عاد دافعه واخا ما يكونوش مخشيين كان ممكن تفوزوا بخمسه النقاط هذه المسابقه انا عارفها صعيبه عشره صنادق كيساوي وخمسه ديال النقاط ماشي مشكل ولا طاحوا صفر نقطه شكرا لكم على المشاركه ديالكم.